كنت من المقابلات كنت بوزيسيون ديالنا في التيرا في الماتش كله تقريبا، ولكن ما كيعنيش ان الاحتواز على الكره يكون عندك الكره تربح. كنا كنحتاطوا من المرتدات لان فريق اتحاد طنجة فريق ديال المرتدات، ولا سيما ملي كيكون خارج من الميدان ديالو عنده لاعبين سرع، ولا سيما في الاطراف اللي قدو يباغتونا، وكان عندهم واحد دوز اوكازيون اللي كانوا يمكن يباغتونا فيها. مي عامه كنظن انا اللاعبين قاموا بداكشي اللي خصهم يديروا، رغم ان المعنويات وانتم عارفين كل شيء ان المعنويات مهزوزه ومهزوزه بزاف، فصعيب وصعيب في هذه الاجواء ان تلقى الفريق في في في, في واحد ليطا اكسيبسيونيل اللي يمكن يخرج لك نتائج اللي كتنتظر. مي جو نو بو كو لي فيليسيتي مالغري لي بروبليم اللي كاينين والثقل اللي كاين عليهم والضغط اللي عليهم. هذا عامة كيفاش المقابله دازت.